معلومات أكثر عن هذه الحملة نتعرف عليها من ضيفنا عبر الهاتف أحلام عبد الرحمن الفيل، مدير إدارة الاتصال المؤسسي بهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية. يا هلا ومرحبا فيك في مساء الإمارات. أهلا وسهلا ومساء الخير عليكم وعلى مشاهدينا جميعا. أهلا وسهلا فيك أستاذتي. بداية لو تخبرينا عن تفاصيل أكثر عن الحملة المشتركة حول سلامة العائلة على الأنترنت وما الذي ستتضمنه من خلاله. بداية الحملة هذه تأتي في إطار الجهود اللي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات الحكومة الرقمية لتعزيز التدابير المرتبطة بالسلامة العائلية على شبكة الإنترنت، خصوصا في فترة تزايد النشاط المجتمعي في دولة الإمارات على الشبكة الإلكترونية. ومثل ما تعرفون ومثل ما ذكرتوا أن الحملة هذه تعاون بين هيئة تنظيم الاتصالات الحكومة الرقمية، المجلس الوطني للإعلام ومنصة تيك توك. وتهدف هذه إلى تعزيز سلامة العائلة على الإنترنت من خلال توفير مقاطع فيديو توعوية، بالإضافة إلى يعني بيكون في عندنا ملفات إنفوغرافيكس يتم إنتاجها بشكل مشترك بين نحن الأطراف الثلاثة. وتكون هذه يعني غنية بالمعلومات والممارسات الرقمية الآمنة للعائلة عبر الإنترنت، وتكون يعني مشكل يعني موجهة بشكل رئيسي للآباء والأبناء. وبنقوم بنشرها بشكل مكثف على قنوات التواصل الاجتماعي وكذلك بعد دور السينما. نحاول من خلال المواد التوعوية هذه الوصول إلى يعني جمهور واسع ومتعدد. كون أن هذه الفيديوهات بتكون بعدة لغات مثل العربية والإنجليزية والأردو والهندية والفلبينية. جميل. يعني سعادتك، هل كانت هناك دوافع محددة بالنسبة لكم أنتم كهيئة تنظيم الاتصالات لإطلاق هذه الحملة أو توقيت إطلاقها؟ حقيقة الحملة هذه هي مش يعني مجرد فكرة، هي جزء من ما تقوم به الهيئة كجهة حكومية مسؤولة عن توجيه وتمكين عملية التحول الرقمي في الدولة، وخصوصا على مستوى التوعية الرقمية من خلال رفع مستوى الوعي حول المخاطر المحتملة والمرتبطة بالحياة الرقمية. مثل ما نحن نعرف نحن تعدد قنوات السوشيال ميديا حاليا فيها نعم فيها مخاطر وفيها مترصدين. طبعا حاولنا نحن أن يكون تقديم المحتوى مستوى سهل جذاب وسهل الوصول وحتى سهل الفهم من قبل عامة الجمهور، لأن نحن بشكل عام نحاول جاهدين صراحة أن نمكن الأسرة بشكل عام والمراهقين بشكل خاص توصلهم بشكل مبسط يفهمونه. بالضبط، تكون المادة التوعوية مادة بسيطة أن تكون سهلة الفهم سواء للآباء أو حتى للمراهقين والأطفال. نحن اليوم أستاذ يعني أحلام فيات المجتمع. جميل. اليوم أستاذ أحلام، هذه الخطوة مهمة جدا، خاصة بتعاونكم مع تيك توك، هذه المنصة اللي نشر عليها الكثير من الفيديوهات اللي شكلت خطرا على سلامة بعض العائلات والأطفال من خلال التحديات اللي نشوفها انتشرت بالفترة الأخيرة. هل تمت مناقشة هذه النقاط مع شركة التيك توك، أو ما هي الخطط اللي وضعتموها للحد من الانتشار مثل هذه التحديات اللي تسوي مرات تكون خطرة جدا على الأطفال؟ نعم طبعا، هذه كانت كلها بالتعاون مع تيك توك ومجلس الإمارات للإعلام. كان في عندنا نحن عدة اجتماعات ان نحن نقوم بحملة مشتركة على مختلف المنصات وخصوصا منصة تيك توك لتوعية مثل ما قلنا أولياء الأمور، لتوعية المراهقين علشان يكونون كلهم في بيئة رقمية أكثر أمانا. ومثل ما قلت نحن اعتمدنا مجموعة من المحاور والرسائل الرئيسية اللي تتضمنها الحملة لمواجهة التحديات، يعني مثل ما ذكرتوا على سبيل المثال توجيه الآباء أنهم يكونون أكثر قربا من أبنائهم، أن يكون لهم دور فاعل بشكل أكبر في موضوع الرقابة الأبوية، التحكم بزمن استخدام شبكة الإنترنت والتعامل مع الأجهزة الإلكترونية. طبعا أولياء الأمور لهم دور كبير، وبعد توعية المراهقين والأطفال بعد هذه يعني دور مهم جدا أنهم بعد يكونون على وعي بما تحتويه منصات التواصل الاجتماعي من محتوى أحيانا يكون مشبوه. نعم سعادتها، لكن لو بنسألك عن موعد تنفيذ هذه الحملة متى بيكون؟
الحملة هذه إن شاء الله بتبدأ بداية الأسبوع القادم، بيكون في عنا مثل ما قلت نشر فيديوهات مختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، بيكون في عنا تعاون مع دور السينما في الدولة، ومثل ما قلنا نحن تركيزنا أكبر على النشر من خلال منصة تيك توك. أكيد، كل الشكر لك على هذه المداخلة أستاذ أحلام عبد الرحمن الفيل، كل التوافيق لكم إن شاء الله. تسلمون، شكرا شكرا شكرا، واجبنا.